مساء الخير. يكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن معنى ومفهوم العلاقة الصحية، وبلا شك كلنا لاحظنا أن هناك تعظيم كبير لمصطلح العلاقة السامة. نتعرض بشكل يومي إلى منشورات ومقالات تؤكد وتؤيد فكرة الاكتفاء بالذات والانعزال عن الآخرين والاعتماد على النفس في مجابهة الحياة وكل ظروفها، على الرغم من قناعتنا التامة بأن الإنسان لا يأنس إلا بوجود الآخرين حوله. لذلك في هذه الحلقة راح نقترب أكثر من هذه المفاهيم الرائجة عشان نلتمس أسباب ظهورها، وعشان نتعرف بكل صدق على علاقاتنا عن قرب، سواء العلاقات الصحية منها أو السامة. أسئلة كثيرة تتعلق بمفاهيم الحياة الاجتماعية، وبشكل أدق بطريقة تعامل الأشخاص مع هذه المفاهيم. تمر علينا العديد من المقاطع التحفيزية اللي تؤكد بصورة مباشرة على أن الإنسان بوسعه أن يكتفي بذاته فقط. صور كثيرة تحت مفهوم الصحة النفسية في أحيان كثيرة، وتحت مفهوم تطوير الذات والعلاقات في بعض الأحيان. خلونا ناخذ لمحة عن موضوعنا اليوم من خلال هذا التقرير. علاقة سامة، الاكتفاء بالذات، توكسيك، أنت أولاً، لا تحتاج للآخرين. مفاهيم عديدة ومصطلحات كثيرة أصبحت رائجة في الآونة الأخيرة، أدت إلى اختلال تعاملنا مع العلاقات وتقديرنا لقيمة التواصل الإنساني. ولكن لو اقتربنا من التعريف الحقيقي، ما هي العلاقة السامة؟ هي العلاقة التي ترفع الآخر للتقليل من شأنك، العلاقة التي تدفعك للتساؤل بشكل متواصل، هل ما أفعله صحيح أم خاطئ؟ العلاقة التي تتضمن الأذى النفسي، الجسدي، الكلامي. العلاقة التي يحملك فيها الطرف الآخر مسؤولية الأخطاء دوماً. العلاقة التي ينعدم فيها التواصل والتفاهم والحوار، ومن شأنها أن تؤدي لآثار نفسية متفاوتة الشدة على الأطراف. لذلك في حال طرأت على ذهنك علاقة من علاقاتك الآن، عليك أن تعيد النظر في ذلك. ولكن في ذات الوقت يجب ألا تخدعك العبارات الرنانة التي تضع الإنسان في قالب المكتفي بذاته تماماً دون حاجته للآخرين، لأن العلاقات الإنسانية هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات وتبنى عليه الحضارات. العلاقات الإنسانية الصحية هي التي تدفعك للأمام وتجعلك قادر على اكتشاف ذاتك واكتشاف العالم من حولك. تختلف تعريفاتنا للعلاقة السامة وللعلاقة الصحية، ويختلف أيضاً تعاطينا مع هذه المفاهيم وفقاً للمجتمع والمحيط اللي حوالينا. لذلك عشان تتضح الصورة من وجهات نظر مختلفة، قررنا نقترب أكثر من نظرة أصدقائنا تجاه هذا الموضوع. مصطلح العلاقات السامة صار يستخدم بطريقة شوي مبالغ فيها. كلمة علاقة سامة صارت متكررة بشكل غريب. خطأ إن إحنا نصنف أي علاقة فيها اختلافات إن هذه علاقة سامة. لازم نفرق بين أو نعرف معنى العلاقة الصحية عشان نقدر نفرق بينها وبين العلاقة السامة. بالنسبة لي ممكن العلاقة الصحية هي العلاقة إن يكون أحد الطرفين موجود في العلاقة بكل أرياحية، ما يشعر بالخوف أو القلق من العلاقة، مبنية على الاحترام، المودة، التفاهم، أكثر من ما مبنية مثلاً على معاملة خاصة أو شيء معين. إحنا نخطأ ونسامح، نغفر ونتجاوز، بس مهم إن إحنا نكون عارفين قيمتنا عند الطرف الآخر. العلاقة السامة هي بالنسبة لي إن أحد الطرف من الأطراف اللي موجودة في العلاقة ممكن يشكل خوف وقلق على الشخص وعدم الأمان، وممكن يكون شخص مسيطر أو حب الامتلاك عنده
لكنها بطريقة مباشرة وغير مباشرة. العلاقة السامة هي أي علاقة ممكن يكون فيها استغلال، سواء استغلال فعلي أو استغلال عاطفي. خلينا نقول أي علاقة ممكن الكذب يكون فيها سهل، لأن تكون المواقف السلبية أكثر من المواقف الإيجابية، لأن ينعدم شعور الأمان ويسيطر شعور الخوف في هذه العلاقة، بحيث أن احنا نتنازل عن ذاتنا عشان نرضي الطرف الآخر. في فكرة ثانية هي سائدة أكثر، ألا وهي أن الشخص لازم يختار نفسه وغير نفسه خلاص ما في شيء ثاني هم. دائما الواحد يحتاج لفترة أنه يكون عنده سبيس موجود في حياته، عنده وقت هدوء حق نفسه. احنا في النهاية بشر مو عايشين بس عشان نفسنا، احنا محاطين بالناس الثانيين. احنا اساسا تشكيلتنا هي جزء من الناس اللي حوالينا والناس اللي احنا نحبهم والناس اللي ممكن يكون لهم تأثير علينا. بس لازم تكون في مساحة شخصية عشان ما نطغي على شخصيتنا ونلغي من كياننا. العلاقة الصحية آمنة وتحس انك مرتاح. العلاقة السامة من البداية تعرف انها هي لا. واحد زائد واحد يساوي اثنين، قاعدة رياضية ومنطقية ثابتة تحكم العديد من جوانب الحياة، لكنها مو دائما تنطبق على العلاقات الإنسانية، لأن هالعلاقات ببساطة تدخل فيها متغيرات عديدة تخلي تجربة كل إنسان وكل علاقة تجربة فريدة من نوعها. علشان كذي حبيت أتناقش في موضوع العلاقات الصحية مع اثنين يرتبطون بواحدة من أقدس العلاقات وأكثرها عمق وخصوصية، وهي علاقة الزواج، وأشوف معاكم رؤيتهم لتكوين العلاقة بين الرجل والمرأة واللي تولدت أكيد من واقع التجربة. أمينة الرويعي وإسماعيل زمان، أهلا وسهلا فيكم. حياك الله أمينة. الله يحييك، مشكورة. أهلا وسهلا إسماعيل. مرحبا. نورتونا في 7 على 7. نورك الله يعافيك. نبتدي معاك أمينة. في البداية، بداية تشكيل أي علاقة أكيد، خصوصا العلاقات اللي تكون طويلة الأمد أو في الدائرة القريبة من الإنسان، هذه العلاقات في لحظة معينة من بعد، يعني خلينا نقول دراسة داخلية كذي نسويها، فعلا نصل إلى نوع من اليقين أن هذه الشخص هو الشخص المناسب. بالنسبة لك في زواجك من إسماعيل، متى حسيتي أو شلون حسيتي أن هذا الشخص هو الشخص المناسب عشان يكون رفيق الحياة أو الزوج اللي بتقضي مع حياتك؟ أول شيء مساء الخير. بالنسبة للحظة، يعني ما عندي لحظة تستحضرني حاليا، غير عن أن مثلا ممكن أقول أن لأن احنا بسبب جمعنا عمل تطوعي وكنا مع بعض في جمعية القراءة، فأكثر شيء ممكن أنه هو يعني ولد هاي الشعور أنه ممكن إحنا نقدر نتقبل بعض، هو يعني تعاوننا الدائم مع بعض وشون قدرنا نتفاهم في العمل التطوعي، وكان وايد مهم يعني بالنسبة لي أنا. يعني دائما أشوف أنه في بداية أي زواج وهاي أنه ممكن الشخص الآخر أنك أنت تقدر تتحاور معه، فكنا نقدر نتحاور معنا. بعض الأحيان كانت بعض النقاشات صعبة، وكنا في مواقف يعني ساعات نكون صعبة بسبب الفعاليات تلفون. أكيد يعني بسبب الفعاليات اللي كنا نقدمها، وساعات في بعض الأحيان كنا بس بعدين في شيء ممكن يعني إحنا يعني دائما نقوله، إن في بعض المواقف اللي واجهتنا يعني كل المجموعة اللي حولنا كانوا بعيدين في مرحلة ما، ففي بعض المواقف إحنا كنا ندعم بعض فيها، فأحس ممكن هاي اللي ولد الارتياح والسبب إن إحنا مثلاً قدرنا إن إحنا ننتقل إلى مرحلة أخرى. الدعم المشترك، القدرة على التفاهم حتى لو صارت خلافات معينة. خلافات يعني طبعاً مثل ما تعرفين إحنا كان يعني كنا في جمعية قراءة، بس كانت عندنا مشاركة. طبعاً إحنا ابتدت مبادرتنا في مهرجان تاع الشباب، وبعدين كان في خلال المهرجان في مرحلة بسيطة إحنا كان عندنا استضافة، وكان عندنا فعاليات نقاشية، وكان عندنا متطوعين ان احنا نهتم فيهم، فكنت دائما يعني احس ان، وطبعا كنا نحس هاي المتطوعين في البداية كانهم هم اسرتنا، فشون كنا ندعمهم وشون كنا يعني احنا بعدها ندعم بعض ونحاول قد ما نقدر ان نحتوي المكان. فكنت دائما اشوف ان يعني
بدون أي شخص منا إن هاي المكان ما كان بيكون له وجود يعني في مرحلة ما، يعني في مرحلة جدا صعبة إحنا احتوينا وهم احتوينا أنفسنا فيه، فأحس هاي عطانا دافع إن إحنا ممكن إن إحنا نواصل في. وتبنون مشروعكم الخاص على الصعيد الأسري. خلينا نقول. إنزين ننتقل لك إسماعيل، بالنسبة لك شنو اللي هي المؤشرات اللي شفتها مثلا في أمينة وحسيت إن هذه المؤشرات فعلا تقودني إلى أن هذا الشخص شخص مناسب أن يكون رفيق هذه المشوار بالنسبة لك؟ أول شيء بعد مسي عليكم مرة ثانية بالخير، بس ما أعرف طبعا في ناس دائما بتقول لك في لحظة معينة في شيء معين، أنا أحس أنها هي شيء أكوميليتف أو شيء تراكمي ما في يوم وليلة والله في لحظة، يمكن القبول هو أساس هذه المشروع أو خلنا نقول أي علاقة ناجحة أن أنت تقبلين الطرف الآخر فعلاً. يعني تشوفين على حقيقته وتبتدين تقررين هل هذه الحقيقة أنا أقدر أوصل عليها والله لا صح. إنزين فالقبول هو يعني مثلا ممكن واحد يقول لك الحب موجود إنزين بس الشغف أحلى إنزين الشغف موجود بس الاحترام أحلى صح. إنزين الاحترام موجود بس في النهاية القبول هو الشيء الوحيد اللي بيخلينا نستمر ان انا اتقبل الارضيه خلينا نقول أيوة. لابد تكون أيوة. موجوده عشان ينبني عليها شيء اي. ففي نهايه اليوم انا ما بكون مثالي وبقول لك انه في علاقتنا ما في مشاكل والله ما قد تهاوشنا والله ما قد قلنا كلمه تزعل الطرف الثاني لا بس انا ممكن اكون قايل ذي الكلمه صح. بس هل هاي الطرف الثاني متقبل ان انا ما اقصدها صح هل الطرف الثاني متقبل ان انا ترى من داخلي لا هذا هو الإنسان النظيف اللي يقصد أنه هو يواصل معي. فأنا أقول بالنسبة لي العلاقات بالأشياء الصغيرة اللي تتيمع على بعض مو بالأشياء العودة. أنا اليوم ممكن يكون بيني وبينك موقف حلو إنزين بس في وايد مواقف صغيرة تفرق من بيننا ما تجمعنا وممكن يكون ما في مواقف عودة بيني وبينك لكن في وايد أشياء صغيرة تكون قصة بيني وبينك تخليني ما أقدر أستغني عن هاي العلاقة فعلاً. ففي النهاية هي أو خلينا نقول هو القبول وهذا القبول متكون من قصص صغيرة يعني ساعات مري شلون أشرحها بس إحنا ما قط أو في مجتمعنا ما نسولف عن يعني مثلاً خلينا نقول الواحد بيخطب واحدة والله شيء ما تعيد السنين تسألينها أو هي تسألك انت شنو تحب انت شنو تسوي في البيت شنو تقعد كذي تطالع كذي لا وين بنسافر وين بنروح وين بس ترى مو بهذه الاشياء اللي بتكمل علاقتك يعني ساعات اقول في خاطري الاشياء اللي تملل معجون الاسنان أي. زين اذا واحد يحب يعصرها من النص واحد يعصرها من من الطرف تفاصيل زين. يعني الواحد يمكن ما يفكر فيها إيه زين بس هذه هي اللي تخلي العلاقه صج علاقه صح زين واحد يحب الايسي واحد ما يحب الايسي بالضبط فهذه الامور انا انا احس هي الشيء الرئيسي في اي علاقه لكن اساسها القبول فانا اذا بديت اتقبل طبعا مو قبول بيكون في الشكل قبول بيكون في المنطوق الحكي اللي ممكن أسمعه إنزين القدرة على التفاهم إيه مو في النهاية أنا إذا تقبلته بحاول أفهمه بس إذا ما تقبلته ما بتعب ما ببذل مجهود حتى إنه أنا أفهمه فالقبول أنا بالنسبة لي هو الأساس هو الأساس بعدين تبتدي العملية شلون تكون تراكمية إنزين بالحديث عن موضوعنا اليوم نرجع لك أمينة إحنا اليوم نتكلم بشكل رئيسي عن العلاقة الصحية ونتكلم فيها على أكثر من صعيد لكن كونكم زوجين بنتكلم فيها عن تحديداً عن العلاقة الصحية في إطار الزواج أو العلاقة الصحية بين الرجل والمرأة بالنسبة لك أمينة شنو مفهومك الشخصي للعلاقة الصحية بين الرجل والمرأة؟ طبعاً بالنسبة لي يعني دائماً أنا أشوف العلاقة الصحية بين الرجل والمرأة مثل ما قلت إن أهم شيء إنه يكون بينهم حوار ان المرأة دائما تحس بالامان يعني مع هاي الشخص اللي هي راح تقضي حياتها معه يعني في النهاية مثلا في بعض الاحيان شنو اللي يخلي المرأة مثلا تكون يعني غير سعيدة لما هي ما تحس بالامان ما تحس ان هي يعني في انتماء مع هاي الشخص انه هو هاي الشخص ممكن انه هو يحتويها لان في النهاية يعني في وايد مشاغل في الحياة راح تشغلنا راح يكون كل شخص عنده حياته
لكن شعورها لما هي بترجع وبيكون في شخص انه هو ممكن يحتويها يكون معاها، هاي اكثر شيء يخلي العلاقه صحيه. بعد في شيء من يعني في شيء وايد دائما انا يعني الاحظه، بحكم مثلا ان احنا يعني مروا علينا العديد من الشخصيات، وبحكم مثلا على شغلنا والعمل التطوعي اللي احنا مرينا فيه، دائما يكون يعني في مشكلة عند الطرفين انه هو يبي الشخص يكون يعني يفهمه 100%، والله يكون معاه 100%، مثلا يكون معاه في كل شيء. بس في مرحلة من الحياة لازم الشخص انه هو يفهمها انه هو راح يخوضها لوحده وراح يكون فيها، يعني سواء انه هو مثلا يعني كان يعني تعرفين واعي لهاي المرحله ولا لا، بس هو راح يمر فيها. لابد انه يكون في مساحه مستقله للانسان، مهما كان قريب من ذي الشخص كزوج كصديق كاب كابن، لابد انه في مساحه خاصه مستقله هو يعني بيخوضها بنفسه. وهذه يخليني انتقل حق اسماعيل وابي اسالك سؤال، يعني أنا شخصياً أتساءلها حقيقةً، أن هل فكرة الخصوصية في الزواج هي فكرة واقعية؟ هل فعلاً في العلاقة الزوجية الصحية خلينا نقول، أو العلاقة الزوجية الواقعية، هل ممكن يكون في مساحة من الخصوصية لكل طرف يحتفظ فيها بعيد عن المساحة المشتركة بينهم؟ أنا أحس الخصوصية مهمة في أي علاقة، يعني حتى علاقتك في الشغل، علاقتك مع أهلك، أمك وأبوك وأخوانك، وهذه المجموعة خلنا نقول الهوية الأساسية مالتك، بعدين تبتدي الهوية الثانية اللي هي أكبر اللي تدخل فيها شركات الحياة، وبعدين ممكن عيالك يدخلون في الهوية الثانية، فكل هوية فيهم تحدد شخصيتك. زي ما يصير أنا أتعامل بالهوية الأولى عند المجموعة الثانية، بعدين أدخل على المجموعة الثانية بهوياتها وأتعامل مع المجموعة الثالثة بالهوية الأساسية، يعني كل واحد فيهم له شخصية. واحد ممكن يقول لك لا أنت شخص مختلف في كل مرحلة، لا أنا المبادئ واحدة، زين بس الأسلوب يختلف، صح، زين بس المبادئ واحدة، أنا ما تغيرت مبادئي، هذا هي أفكاري واحدة، لكن أنا لما أتعامل مع الطرف ألف غير لما أتعامل مع الطرف باء غير لما أتعامل مع الطرف جيم. في بعض الأحيان أنا عشان أفهم مثلا أمينة في أشياء أنا ما أقدر أقولها لها بنفس الأريحية اللي ممكن أقولها حق صديقي، إنزين مثلاً ممكن نتكلم في مواضيع فلوس، إنزين ممكن هي تكون حساسة في ذي الموضوع، إنزين إذا قلت لها بهالطريقة ممكن، يعني طبعاً في ناس بيقول لك أو ممكن وايد مجموعة بتنظر إنه لا ولازم الواحد يكون واضح، إيه ويفتح قلبه حق شريك حياته ويشاركه كل شيء، بتفتح قلبك حق شريك حياتك وما لنيت أنت محتاج أن أنت تقول هذه الشيء في الوقت المناسب، بتقوله بروحك ما يحتاج هو ينطر. إنزين الكلمة أنا وايد عجبتني اللي توها أمينة تقولها، أن في مراحل من مراحل الإنسان أو الحياة أنا لازم أختار طريقي بروحي واتخذ قراراتي بروحي. إنزين هاي وينها في الخصوصية هني؟ إذا أنا بقول لا ما في خصوصية، إنزين وأن الحياة لازم تكون اثنيناتنا عارفين بالضبط 100%، زين يمكن أنا أثر على قراراته والسبب قراراته الشخصية، أي زين ممكن أنا آيلس أقول لها لا والله إحنا كذي، زين وتلاقينها التأخر أو التراجع في بعض الأتشيفمنت أو بعض الإنجازات اللي كانت تحلم أن تحققها، والسبب شنو أنها هي باحت بجميع الأشياء الخاصة فيها، زين واضطريت ان انا ابني قرارات ممكن تاثر على قرارات على قرارات. زين هذه خليني انتقل حق سؤال وايد مهم، يعني علاقه قريبه جدا وعلاقه يعني فيها مساحه مشتركه كبيره جدا مثل علاقه الزواج، شلون الواحد يقدر يوازن فيها ما بين هذه المساحة الشخصية المستقلة لكل طرف وما بين المساحة المشتركة، بحيث لا تأثر المساحة الشخصية خلينا نقول على المشتركة، ولا حتى المساحة المشتركة تأثر على المساحة الشخصية، يعني ما يقل خلينا نقول ما يقل انسجامنا مع بعض تفاهمنا مع بعض كطرفين، وفي نفس الوقت خصوصياتنا واستقلاليتنا كأفراد ما تقل في ما تذوب في هذه العلاقة. شلون ممكن الواحد يحقق هالمعادلة أمينة؟
هو في نقطة كنت حابة أذكرها وبعد هي بالصدفة تناسب مع هاي السؤال، أن إحنا مثلاً كأشخاص ما نتشابه، يعني قليل لما مو قليل أو حتى يعني قبل إحنا طبعاً كان عندنا لقاء مع دكتور محمد مطوع، فكان جزء من الأشياء اللي تناقشنا معاها لما نقول إن هاي شخصيتين متطابقتين، فما في شخصية تشبه الأخرى، صح؟ ما في يعني يعني يقول حتى لو مثلاً في تشابه خلينا نقول 90% بعد في 10% مختلفة. فساعات يعني مثل ما أنا ذكرت في النقطة الأولى، في ناس يعتقدون أو يوهمون نفسهم إن إحنا متشابهين، فممكن تكون عندنا كل الاهتمامات وكل المشاركات وكل الأشياء إن إحنا ممكن نسويها مع بعض. هذا الشيء يعني أنا ما أعتبره أنه صحي، لأن في النهاية في العلاقة الزوجية لازم مثل ما تعرفين يكون في علاقة، في حرية، في حرية. مو قصدي أن هي مثلا تعيش حياتها ويعيش حياتها، لا، يعني أنا مثلا في بعض الأحيان أقول جزء من اللي بعض الزواجات أن هي ممكن ما تنجح، لأن لما يحس الرجل أن المرأة كان هي خانقتها بالقيود وخانقتها مثلا بأشياء أنه ممكن كان يستمتع أنه يشاركها فيها قبل، حاليا مثلا هي ما عادت هواية عندها، ما عادت شيء هو يحب مثلا يسويه. فدائما هاي المساحة من الحرية للشخصين سواء الرجل ولا الأنثى أهما يعني يفضل أن يحصلونها. في وايد من يعني بحكم أن احنا طبعا في جمعية قراءة، ففي العديد من الروايات اللي احنا قريناها لما ينا نحللها تحليل نفسي مع الدكتور محمد مطوع، شفنا فعلا يعني في بعض العلاقات لما يكون مساحة من الحرية المطلقة للزوجة يعني هي ما راح تكون سعيدة فيها. في بعض الأشخاص مثلا يحسون أن هي لما يكون عندها حرية أن هي راح تكون سعيدة، بس بينما طبعا أنا لما يعني أقصد بالحرية أن يكون عندها نشاط مختلف عن اللي هي راح تمارسه مع عائلتها مع أسرتها، تكون عندها مساحتها المستقلة اللي كنا نتحدث عنها. المستقلة. فدائما مثلا لو ينا الحين على وقتنا يعني بنشوف في العديد من الأسر والحمد لله أن عندهم مثل ما يعني معنا هم يعني ساعات يسمون الأيام تسميات، إن في فاميلي دي، في مثلا أن عندهم يومهم الخاص ويوم مع الأسرة، يوم مع الأصدقاء، يوم مع الأصدقاء. يعني بغض النظر عن في ناس ما ترتاح للتسميات والهاي، بس أنا أشوفها أن هاي تبني علاقة صحية، وهذه دلالة على وعي على فكرة الوعي. فكرة صح. أن المساحة المستقلة هذه هي تدعم صحة العلاقة فعلا. ما تساهم في تدمير أو إضرار العلاقة. زين إسماعيل، من وجهة نظرك شنو هي العوائق اللي ممكن تكون موجودة، ومن تجربتك الخاصة يعني شنو هي العوائق اللي ممكن تكون موجودة في وجه بناء علاقة صحية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، سواء عوائق لها علاقة بالأشخاص نفسهم أو عوائق أحيانا لها علاقة بالمحيط الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه؟ رقم واحد الثقل. احنا مجتمع يعني ما بقول بعد هاي التعميم أنا ما أحبه، لكن احنا حياتنا مبنية على ان انا اختار الاسوأ واجدم الاسوأ من في كل شيء في امور حياتنا، وانا ترى عندي ذي المشكلة. زين، بس انا اتوقع ان انا اثق في الطرف الاخر وان خياراته بتكون مبنية على اساس ان هو يبي يواصل معاي كطرف، بتخلي تعاملي مع اي شيء يصير قدامي مع قراراته مع اختياراته مع الامور ذي أهدأ. إنزين، فأنا ما ببتدي أفترض افتراضات ما لها معنى أو ما لها أساس من الصحة. فأنا أحس أن العائق الأساسي هو الثقة. إنزين، القدرة على منح الثقة للآخر. هذه رقم واحد. بعدين العائق الثاني أنا أحس أنه تقمص شخصيات. إنزين، أنا بتقمص شخصية أبوي، أنا بتقمص شخصية ولد عمي، أنا بتقمص شخصية أمي. إنزين، فلان عنده شيء حلو في بيتهم، أنا بسوي نفس العادة ذي في البيت. إنزين، أحس هذه بعد عائق وايد عود في بناء العلاقات يعني. إنزين، لأنه مو بشرط اللي موجود عندهم موجود عندك. أكيد صحيح. ومو بشرط أنهم قاعدين يتعشون في مطاعم يوم الثلاثة والله يوم الأربعة وهاي الجاذرينج دي مالهم، ممكن لازم يناسبك أنت ذي الحركة اللي يسوونها. فأنا أتمسك بصورة نمطية موجودة في المجتمع. إنزين، وحاول استنسخها استنساخ أعمى من غير ما أنا أختار خياراتي الشخصية. إنزين، اللي ممكن
بيني وما بين زوجتي، ولا بيني وبين صديقي، ولا بيني وبين أخوي. أنا أتكلم عن علاقة كعلاقة الحين، ما أتكلم عن بس الزواج، أتكلم في العلاقات بشكل عام. محاولة استنساخ يعني نماذج أخرى أو نماذج أخرى من اللي أنا أشوفه وأسقطها على نفسي وأحاول أقلدها، أحس هذه أكبر هاي واحد من العوائق بعد. لأن في النهاية ما بيعيش حياة تشبهها، يعني هو بيعيش حياة مختلفة، هو بيعيش حياة أشخاص آخرين، حياة الآخرين فعلا، وهو كان بيطبقها على نفسه. فهاي وايد يعني نشوف وايد أسر يواجهون ذي المشكلة، لأن مثل ما قلت لك ما في أحد يتشابه، فكل شيء يعني كل عيلة إن لها حياتها الخاصة، لها مثل ما أقول إن يعني الأيام اللي هم ممكن تطلع فيها. ففي بعض الشخصيات إن هي حتى تبي ترتب أيام حياتها بطريقة تشبه العائلة، طريقة تشبه الآخرين، بينما هاي الشيء يعني جدا يعني سيء. يعني أنا أشوفه، لأن في النهاية مثل ما قلت لك ما بيعيش حياة تشبهها، ما بيكون حقيقي مع نفسه ولا حقيقي مع الأطراف الأخرى اللي هو عايش معاهم. فهاي بيرجع إلى مكان إنه هو بيحس بفراغ، وهم هي بتحس بفراغ. بعدين بيصير ما فينا نقطة التقاء بينهم، لأن هم أصلاً ما قادرين يتعرفون على نفسهم، لأنهم قاعدين يتشبهون بشخصيات أخرى. فعلاً، وهذه نقطة جداً مهمة نقدر نشير لها، إن واحدة من أهم أسس بناء العلاقة الصحية إن إحنا ما نجري مقارنات مع الآخرين، خصوصاً في مجال العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، لأن العلاقات الإنسانية تدخل فيها متغيرات عديدة وعوامل عديدة تخلي العلاقة الواحدة مستحيل تشابه علاقة أخرى، حتى لو كان ظاهرياً الطرفين متشابهين، ولكن هناك تفاصيل كثيرة أكيد تخلي هاي العلاقة تفرق عن هذه العلاقة، وتخلي هذا الشخص يفرق عن هذا الشخص. في ختام هذه اللقاء الجميل والحوار اللي فعلا استمتعت فيه جدا، بوجه لك سؤال إسماعيل عن جزئية يمكن اليوم شوية نفتقدها في مجتمعنا، اللي هي جزئية استدامة العلاقات، استمرارية العلاقات. احنا اليوم نشوف في مختلف أشكال العلاقات، ومن ضمنها علاقة الزواج، ان العلاقة عند كثير من الناس من الصعب ان هي تستمر. عند اول تحدي او عند اول اختبار حقيقي هذه العلاقة تنتهي. فسؤالي لك، شلون من وجهة نظرك ممكن ان احنا نزيد او نرفع من قابلية استدامة العلاقات، ان هذه العلاقة فعلا تعمر طويلا مثل ما احنا كنا نبيها من البداية؟ الصراحة ما يعني انا ما بقدر احط روحي نموذج عشان امشي عليه. زين، وجهة نظرك الشخصية يعني. انا احس ان في شيء وايد عود قاعد يصير عندنا احنا كجيل حالي موجود. احنا من الاشخاص اللي اذا انكسر قبل كان ذا عند امي وابوي، والله عند الاهل، اذا انكسر شيء نصالحه، الحين اذا انكسر شيء نبدله. هذه المفهوم صار غريب عندنا. زين، احنا ما قاعدين نبذل جهد في العلاقات، متوقعين ان العلاقات سهله. زين، بس العلاقات صعبه، وايد صعبه ان انا افهم بني ادم. انا اول شيء خلنا افهم نفسي، صح؟ زين، فساعات النايلس اقول لك هو ما يفهمني. زين، انت مو فاهم نفسك، شلون فتفهمه بالضبط؟ زين، فعشان انا احس ان انا بحاول ان انا استديم، او خلينا نقول في استدامه في هاي العلاقه، رقم واحد افهم نفسك. رقم واحد افهم ان انت مو في منافسه مع الطرف الاخر. زين، ساعات في بعض الاحيان انا مو بشرط ان ترى هو مو بسباق، صح؟ زين، وحتى لو كان سباق ترى القمة تتسع للجميع. زين، يعني في النهاية ما أعتقد أن في علاقة، يعني من العلاقات اللي احنا نتكلم عنها هي يعني الهدف الأساسي منها هو التنافس أو التسابق. المشكلة أن ساعات في بعض الأحيان قاعد يصير في التنافس للأسف. زين، تلاقين قاعدين اثنين، أنا تعبانة بعد. أنا جاي من الشغل، أنا مهموم، أنا مهموم أكثر منك. زين، خلينا نروح البركة نشتري لك كوس. زين، هي السالفة مو بكذي. زين، السالفة إن أنت افهم بالضبط نفسك. زين، قبل لا تجلس تحط مشاكلك على الطرف الثاني، هذه واحد. ولأن أنت مو فاهم نفسك، فأنت مو عارف أصلاً الطرف الثاني شنو يبي منك. زين، ف رقم واحد قبل أنا أرفض وجود أو استمرارية أي علاقة، هل أنا بذلت الجهد الكافي عشان أحافظ عليها؟ هذه نقطة مهمة، هذه سؤال وايد مهم. أتوقع أن فعلا كل شخص فينا لازم يطرحها على نفسه،
خصوصا في محطة النهاية لما هو يشعر أنه هو الحين يبي ينهي هذه العلاقة أو يحس أن هذه العلاقة غير قابلة للاستمرار، خصوصا إحنا نركز على العلاقات اللي هي العلاقات القريبة، العلاقات اللي أساسا إحنا نبنيها عشان تستمر، يعني علاقة الصداقة الصديق المقرب أو علاقة الزواج. ترى أمينة صديقتي أكثر، يعني أنا أحس أن في للأمانة هي مراحل. زين اليوم اللي أنا متهوش ويا أمينة فيه تصير أختي، أن أنا أختي إيش كثر بزعل عليها. زين اليوم اللي أنا بكون فيه عاطفي لا هي زوجتي، اليوم اللي أنا بيضحك معها فيه هي رفيجتي. زين أو صديقتي أو ما أعرف الكلمة ذا رفيجتي، الناس تحسس منها. بس ترى احنا ترى تغير مراحلنا او خلنا نقول صح. اوطارنا صح. زين وكاركترنا يتغير بناء على المرحله اللي انا فيها، فليش انا ابي اتعامل بالمسطره بالطبع. في كل سيتويشن او في كل موقف، لا في ذي الموقف انا ابي الصديق، في ذي الموقف انا ابي الزوج، في ذي الموقف انا ابي الاخو. امينه ما مسكينه ما قصرت، كانت وايد شخصيات في حياتي في نفس الوقت. إن شاء الله أنا أقدر أكون بعد جزء من هاي الشخصيات في حياتي. إحنا نتمنى لكم علاقة زوجية سعيدة وإن شاء الله مستمرة بالحب، بالرفقة الجميلة، بالتفاصيل الصغيرة اللي تكلمت عنها إسماعيل اللي فعلا تبني علاقة متينة وعلاقة جميلة وعلاقة تجعل من هذه الحياة أجمل. شكرا لكم، وأنا كنت جدا سعيد اليوم برفقتكم والسوالف معاكم، دائما أفكاركم والحديث معاكم أكيد يثري. شكرا. في كل لحظة نحن محاطون بعلاقات كثيرة، صداقات وعلاقات عمل، علاقات حب وعلاقات أسرية. لذلك من المهم قياس أهمية ومدى صحة هذه العلاقات من حولنا، ولأن نؤمن بأهمية القصص وبأهمية العلاقات الصحية مهما كان شكلها أو نوعها أو قدرتها على الاقتراب من المواضيع اللي تهمنا في كل حلقة، خلونا نتعرف أكثر على هذه القصة. تأخذ الأماكن جزءاً من أرواحنا، أجزاءً من ذكرياتنا، فتصيرنا أو نصيرها بشكل أو بآخر. أذكر تلك الممرات جيداً، يذكرها كل من ارتاد جامعة البحرين بصورة مختلفة، لكني أذكر بعضها وهي تؤدي إلى غرفة صغيرة تشبه المرآة، غرفة لشخص كان أستاذاً صديقاً وكان أباً روحي. محمد حداد بالنسبة لي هو أول بيت عرفته، أول شخص خلاني أؤمن بأن ممكن نحب بدون ألم. أعتقد هذا أكبر درس تعلمته من محمد حداد، وهذا بالضبط اللي يعني لي محمد حداد، أن نحب أحد بدون ألم. هو المعنى، هو انعكاس إلى ذواتنا. لما كنا بكل يوم نسأل سؤال أو نسمع قصيدة، هو شاهد عظيم على ذكرياتنا. هو معنى الانتماء إلى هذا العالم، مو إلى شخص أو إلى مكان. أنا فاهم يقصدون شلون، يقصدون في فعل حنون في احتضان الشخص واحتضان التجربة في نفس الوقت. هذه اللي قلت لك، إن إحنا في جيل الكل يبي يقول ما حد يبي يسمع. البيت إحنا أحياناً مو مختارين أفراده، فإحنا نحاول إن ننتمي له، أحياناً نفشل، أحياناً نتأقلم، بس ذي المكان هم عندهم القدرة أن يتركونا إذا شافوا أنه ما يشبههم. فكل من وقف أو تم في ذي المكان يدري أنه هو 100% منسجم في المكان، لأنه مو مجبر يقعد فيه. أب وأخ وصديق، هو قنديلي اللي يرشدني إلى الطريق في الموسيقى. محمد حداد أسسني كإنسان، أسسني كموسيقي. أنا أحس أني تربيت في هالمكان، أحس أني دشيت إنسان طلعت إنسان آخر تماماً، وأنا مدين لمحمد بهذا الشيء صراحة. الشباب في ذي المرحلة كان يحتاج إلى الإصغاء، يحتاج أن أحد يسمع.
ظروف هذه أو المنعطف اللي هو فيه في الجامعة، خروجه من المدرسة، اتصاله بالجنس الآخر بشكل وايد كبير صارخ، مشاكله الدراسية والحياتية والتخصصات اللي بيبني عليها مشواره الحياتي تؤرقه، وبعضهم حتى داخل بيوتهم ما يقدرون يتكلمون. إذا أنت فقد مكانك في الحياة أو أنت فقد المكان الصح اللي لازم تروحه، تروح ذي المكان حتى لو المكان هو المكان الصح لك، بيوجهك أنت وين مكانك في الحياة. فأعتقد لقوا في ذي المكان إنهم يجون يحطون هذه المشاكل ويصير لها امتصاص وبتأني وإصغاء ومحاولة ترجمة هذه الانفعالات، فحسب انتماء شخصي للمكان. الشباب اللي تخرجوا يحاولون يرجعون الجامعة ونقعد قعدات مطولة، يعني أحياناً يزوروني يقعدون ساعتين بس لمناقشة مشاريع خارج الجامعة، يحسون أنه يبون يتحكون فيها في المكان مو لأن أشخاص معينين، المكان بالنسبة لهم يعطيهم هاي الطاقة للحديث عن هذه المشاريع. إنسان أثر في حياتي أكثر من كذي بوايد، يعني لي هو أخوي العود، هو أبوي، هو صديقي، هو أستاذي، هو معلمي، هو قدوة في الحياة. البيت هو مو المكان، يعني أحياناً يتجاوز مفهوم البناء نفسه. حتى أتذكر مرة كانت جمانة بتمشي فقلنا لها ها وين؟ قالت بروح البيت. فقلت لها يعني شنو البيت؟ فكذي سكتت ثواني كذي، يعني قالت أوكي ما بروح. وكل واحد منهم أعتقد قادر أن يكون هو أب روحي لتجارب أخرى، لأن أعتقد هم عارفين الخلطة، كانوا يعرفوا الخلطة شلون بس يكونون مؤثرين، وهم أثروا فيني مثل ما أثرت فيهم، يعني كما يدعون. يعني تختلف تعريفاتنا لمعنى البيت، يختلف منظورنا تجاه الأبوة، وكل هذا يلتقي في شعور الطمأنينة، تلك الطمأنينة التي كان يخلقها هذا المكان الآمن للحب. في زحمة العلاقات والحياة الاجتماعية، مهم جداً يكون عند كل شخص فينا رصيد من الوعي بكيفية تكوين علاقات صحية متوازنة وقابلة إنها تعيش لسنوات طويلة، وتحديداً فيما يتعلق بالدائرة الأولى من الأشخاص المحيطين فينا. يسعدني اليوم نغوص أكثر في تفاصيل هذا الموضوع من زاوية متخصصة مع أخصائية الصحة النفسية الدكتورة حمدة النشمي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا، نورتينا. تسلمين بوجودك. في البداية دكتورة، من زاوية متخصصة، لو بنعرف مصطلح العلاقات الصحية شلو ممكن نعرفه؟ بكل بساطة هي العلاقة اللي تضيف لك وما تستنزف منك، اللي لما أنت تكون في ذي العلاقة تحس نفسك تزهر، you're blooming، أنت أحلى، أنت أحسن، أنت تتطور، أنت أفضل مما كنت عليه، أنت مدعوم من الشخص من الطرف الآخر. هذه هي العلاقة الصحية اللي تعطيك وتضيف لك، ما تستنزف من طاقتك وما تتقاطع مع العلاقات الأخرى. نقدر نقول؟ نقدر نقول هالموضوع. نعم. طيب دكتورة، اليوم في مصطلح يكثر تداوله بين الناس تحديدا في السوشيال ميديا، وهو العلاقة السامة أو التوكسيك. نعم. هذا المصطلح نشوفه يستخدم بكثرة في كثير من خلينا نقول التويتات، البوستات، حتى المقاطع التحفيزية في بعض الأحيان. نعم. إن هذه العلاقة سامة أو هذه مؤشرات العلاقة السامة، هل تحسين اليوم استخدام أو تداول هذا المصطلح بالشكل اللي نشوفه اليوم في السوشيال ميديا يدل على فهم دقيق ووعي بخلينا نقول العلاقة الصحية والعلاقة السامة، ولا تحسين أن اليوم في فهم مغلوط قاعد يأثر على علاقاتنا في طريقة فهم الناس لمصطلح العلاقة السامة؟ كثرة التداول في موضوع العلاقة السامة أو أي موضوع ثاني يصير ترند ويصير يتداول من موقع لموقع وتزيد عند المشاهدات، قد يؤدي إلى تحفيز خاطئ أو فهم خاطئ لبعض الأشخاص.
ياخذ قشور الموضوع ويقول إيه أنا في علاقة سامة، وهو مو فاهم أصلاً شنو معنى العلاقة السامة. قد يعتقد أن ما يمر فيه من مشاكل أو اختلافات ناتجة من أن الطرفين العلاقة جايين من بيئة مختلفة أساساً، كل واحد عنده طريقة تربيته ومعتقداته وأموره، فيقول لا أنا في علاقة سامة ولازم أنهيها بناء على نصيحة من فلان وعلان. قد يكون هالأشخاص هم أشخاص غير متخصصين في هذه المواضيع وما عندهم فهم، مجرد مثل ما نقول ريتويتر وإعادة نشر وغيره، فينتج قد ينتج فهم خاطئ، قد ينتج تهور، اندفاع، تشجيع، مو بس من السوشيال ميديا، أحيانا من المحيط فعلا، الصديقات، قعدات مع بعض، الأهل في بعض الأحيان، الأهل ممكن أيضا. ف يعني حابة من هذه المنطلق أن أنا أشير ما معنى العلاقة السامة. العلاقة السامة فيها عدة صفات، هي علاقة يكون فيها الشخص متأهب لأسوأ سيناريو محتمل، مثل ما نقول مجهز نفسه لورست كيس سيناريو، أي الزوج أو الزوجة مثلا في حالات كثيرة يعني مرت عليه، دائما هو في حالة قلق وتأهب، شنو بتقول لي زوجتي اليوم؟ المشكلة اليوم عن شنو؟ أو شنو بيفتعل اليوم؟ شنو الشيء الصغير اللي ممكن يسوي يعني سباركل كبير ومصيبة عندهم في البيت؟ إذن فيها دائماً توقع للأسوأ بناءً على معطيات معينة. فالخط الزمني حق هذه العلاقة اللي هي العلاقة السامة هو عبارة عن سلسلة مشاكل متتالية. نعم. ما فيها أي استقرار، ما فيها أي مثلاً لحظات صفاء أو لحظات سعادة. قد تكون فيها لحظات صفاء، مو بشرط أنه 24 ساعة 24/7 مثل ما نقول فيها مشاكل، بس في بعض الأطراف نسميه مثل ما نقول passive aggressive. أحياناً مثلاً في بعض العلاقات اللي تمر علينا في العيادات النفسية يكون فيها تعنيف أو عنف جسدي، فيكون واضح الضرر، لكن الطرف الآخر يعتقد أن الشخص دي يحبه والعلاقة دي مفيدة. شلون هذا التناقض؟ يعني مثلا في عنف جسدي، وإحنا نعرف أن العنف الجسدي ما ممكن أن الواحد يستمر في هذه العلاقة، وانس صار شكرا thank you so much وانس صار عنف جسدي ممكن أنه يتكرر مرارا وتكرارا ويأثر هذه سلبا على نفسية الزوج أو الزوجة، قد تكون أغلب الأحيان هي الزوجة، والأطفال أيضا. فنسأل صح. أنا أسأل في مثل هالأحيان شلون هذه العلاقة، يعني شلون أنت حابة تستمرين في هالعلاقة؟ فتقول أنه هو يحبني لأن يوم يصير في تعنيف وضرب مثلا، ويوم الثاني في ورد بوكيه ويعني برابا بطريقة معينة. نعم، فيصير mixed messages. وقصة للضحايا اللي تكون عايشة ذي الوضع لفترة طويلة، فيصير الوضع اللي هو نسميه pathological غير طبيعي، مو بنورمال، يصير هو بالنسبة لها طبيعي. وبعض الشخصيات أصلا اللي عندها اضطراب في الشخصية تحب تلعب دور الضحية، فتعتقد أن العلاقة السامة هي علاقة طبيعية. بس تراكمات هذه قد تنعكس مثلا لما هي تكون ضحية بتعكس الغضب اللي فيها على من هم أضعف منها. بالضبط. قد يكونون الأطفال، قد تكون العاملة في البيت، فهي سلسلة مثلا من الإهانات. هذه من أحد صفات العلاقات السامة. في العلاقات السامة فيها تحبيط، الطرف ما يستانس وما يفرح لنجاح الآخر. في العلاقات الصحية نشوف الزوج أو الزوجة يفرح لنجاح الثاني، يدعمه، يبيه يصير أحسن، بينما العلاقة السامة لا، يحبطه، يقلل من أهمية إنجازاته، يتطنز عليه، يستخدم ألفاظ غير لائقة، يتحكم التحكم الخانق. فتصير تحس الطرف هذه الضحية، سواء ما في تحيز في الموضوع، قد يكون الزوج، قد يكون الزوج أيضا، يحس أنه هو ترابت، كأنه هو في فخ مقادر يطلع منه. فهذه من أهم صفات العلاقة السامة. بكل بساطة لو باختصرها لك، تضرني أزيد مما تفيدني. دائما بالعلاقات الهدف لما الواحد يدخل علاقة، سواء كانت صداقة، زواج، أي علاقة إنسانية، إن إحنا نرتقي، إن أكيد. إحنا نتطور. العلاقة أبي منها تضيف لي، وعشان أكون واضحة، مو تضيف لي شيء مادي، مو ماتيرياليستيك، لا، تضيفني، تسويني إنسان أفضل، صح، تحسن
إحساسي بنفسي، ثقتي بنفسي، حبي لنفسي. تحقق عندي إشباع معين، يمكن إشباع عاطفي، إشباع نفسي. تكملني، تكملني، يعني تضيف لي، ما تأخذ مني، ما تستنزف مني. هي فيها أخذ وعطاء، ما فيها بس عطاء 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 بدون مردود. إنزين، إذا إحنا بنتكلم عن العلاقات بمجملها، يعني في عندنا خلينا نقول يمكن قواعد مشتركة لكل العلاقات. يعني مثلاً تكلمتي دكتورة عن مؤشرات العلاقة السامة، ويمكن هذه مؤشرات مشتركة في أكثر من شكل من أشكال العلاقة. قد تكون مثلاً موجودة في العلاقة الزوجية، قد تكون موجودة في علاقة الأصدقاء ببعضهم، قد تكون موجودة حتى في علاقة الأم والأب. لكن إحنا نبي شوية نتكلم بشكل خاص عن علاقة الرجل والمرأة. نعم. العلاقة الزوجية. نعم. شنو علامات العلاقة الزوجية الصحية من وجهة نظرك دكتورة؟ أول شيء التفاهم. قبل الاثنين يأخذون قرار الارتباط لازم يكونون عارفين أن إحنا داخلين مؤسسة شراكة فيها أخذ وعطاء، فيها بنود نفس الاتفاقية، لكنها مو مكتوبة، تكون بين الطرفين. أساس العلاقة الزوجية هي المودة والرحمة، مو بالعشق والهيام. هذه غلط يطيحون فيه المتزوجين حديثا والمتأثرين بالسوشال ميديا وبالأفلام وبالأمور. عقب سنة تأتيني مثلا مرة تقولي الحب اختفى اللي كان موجود. إذا أنت بنيتها على مشاعر معينة، على تصور معين، على expectations معينة، تين تدخلين الزواج. الزواج مو بس علاقة بين رجل ومرأة، هي علاقة بين عائلة وعائلة، هي اندماج وانصهار بين شخصين مختلفين ما ربوا في بيت واحد. وفيها أيضا أبناء ومسؤوليات أكيد، ومو بس الموضوع رومانسي، هذه جزء منه. إذا هو التفهم الصحيح لمفهوم الزواج، المودة والرحمة، هذه الأساس الـ 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 عشان نبني علاقة صحية. المبدأ الأهم إعطاء المساحة والحرية. نعطي مساحة. بعض الزوجات عندهم حب الاستحواذ، لازم يكون مجابلني 24 ساعة. هذه غلط، وغلط كبير وأكبر غلط. لازم عشان يعني السباركل أو المودة بين الزوجين والاشتياق يكون موجود، لابد إنه يكون فيه ابتعاد. لما الاثنين يكونون مجابلين بعض 24 ساعة بيصير فيه ملل، أكيد بيصير فيه مشاكل. حتى لو كانوا هما بينهم حب ومودة وتفاهم، لابد إنه نقسم اليوم ونقسم الأسبوع. تقسيم الوقت هو الأساس، مو بس لك العلاقة ناجحة، للعمل الناجح، لإنجاز الأحلام والطموحات. تقسيم الوقت على سبيل المثال نقسم الأسبوع مثلا، أعطيك مثال عشان أكون يعني أتكلم بصورة أوضح للسادة المشاهدين. طلعات مثلا، حلو أن الزوجة تطلع طلعة واحدة في الأسبوع مع صديقاتها، أوكي، طلعة خاصة لها هي تسترخي فيها، أوكي، وطلعة مع الزوج وطلعة مع الأبناء. في بعض الأمهات تنسى نفسها، من تصير أم تنسى نفسها وتنسى اهتماماتها وتنسى صديقاتها. متى توعي؟ توعي على نفسها لما تحس بضغط نفسي، خلاص روتين صار، كني أنا بس قاعدة أخدم الأطفال. زين وين نفسي أنا؟ مو لما أنا أسعد نفسي الأم السعيدة تترك بيئة سعيدة في البيت. فعلاً. والأم العصبية قد تكون هي بيرفكت 100% قايمة بواجبات عيالها من أحلى ما يكون، ديفوتد، يعني مكرسة نفسها تماماً. إحنا ما نبي هاللون، إحنا نبي بالانس، نبي توازن. تعطين نفسك حقها، تعطين زوجك حقه، تعطين أهلك حقهم، ما نقطع أهلنا، وتعطين صديقاتك حقهم، لأن فيها يعني ترفيه عن نفسك هذه. فعلاً. وفي نفس الوقت تسوين بالانس، تقسيم فعلاً. الوقت إحنا مشكلتنا ما نحس بالوقت، يمشي بنا الوقت ننسى نفسنا، وبعدين عيالنا كبروا ما نعرف شو نسوي، لأن إحنا سنين بس قاعدين نخدم الأطفال. فعلاً. وفي دكتورة بعد نقطة مهمة في موضوع إن إحنا نعطي كل علاقة حقها، ونعطي نفسنا أيضاً مساحتها الخاصة المستقلة عن الآخرين، علشان نقدر نكون علاقات صحية. في بعد مسألة ثانية، إن في العلاقة الزوجية ساعات نلاحظ في طرف يستحوذ على الآخر. نعم. مو من ناحية إنه هو مثلاً يبي يعرف عنه كل شيء، لا، أحياناً يستحوذ عليه من ناحية شخصيته، من ناحية قراراته. نعم.
كأنه في طرف يذوب في طرف ثاني. نعم. يعني مثلا الزوج أحيانا يبي يسيطر على قرارات زوجته الخاصة، يبي يسيطر مثلا على بعض سمات شخصيته، يبي يسيطر على بعض علاقاته الثانية اللي موجودة في حياته الاجتماعية. فودي بعد أتكلم عن هاي النقطة، لأن يمكن الكثير من الناس عندهم مثلا مفهومهم للحياة الزوجية أن إحنا يعني قريبين من بعض نكاد نكون شخص واحد، فطبيعي بيصير هذا الشيء لأن مثلا تصرفات الطرف الثاني محسوبة علي، فأنا طبيعي بتدخل في تصرفاته أو في شخصيته. نبي يعني نعرف شلون ممكن الزوجين بعد يحققون التوازن الصح ما بين أن أنا أكون شريك مع الطرف الثاني، شريكة في الحياة، ما بين أن أنا أحافظ على شخصيتي وعلى خصوصيتي واستقلاليتي الفكرية أولاً والسلوكية ثانياً. نرجع لنفس النقطة اللي هي الفهم الصحيح لمؤسسة الزواج. بعض الناس تدخل مشروع الزواج على أساس أن هي بتغير صفات الشخص الثاني، هذه وايد يسبب مشاكل، لأن أنت لما تقرر أنك تتزوج أو أنت لما تقررين أنك تتزوجين، أنت ماخذة شخص بالغ مكتمل الشخصية. صح، خلاص شخصيته، يعني إحنا مو ناخذ طفل عشان نقول بنربي وبنشكله على ما إحنا، لا، البنت هذه صارت امرأة عندها شخصياتها بناء على تجاربها هي في الحياة، وأيضا الرجل عنده شخصيته بناء على تربيته، البيئة اللي منها، وايد أمور. فمحاولة تغيير الثاني في عمر الزواج غير صحيحة، وينتج عنها مشاكل، قد يكون يتساهل أحد الزوجين ويتنازل في البداية. ليش؟ لأنه في مشاعر وعشق وهيام، بس تروح ذي المشاعر مع ازدياد المسؤوليات ومع الأطفال، ومع هني تبتدي المشاكل. تيجي تفكر ليش أنا تنازلت عن حقي في إن أنا أشتغل؟ زي ما أنتي وافقتي لازم تكونين على بينة قبل لا تاخذين أي قرار. إنزين الزوج، ليش أنا شرطت علي زوجتي إني ما سافر؟ أنت وافقت، ما سافر بروحي. السفر بعد هاي موضوع بعد شائك شوي، تصير عليه مشاكل بين الزوجين. بعض الزوجات لا، لازم يسافر معاي ومع الأطفال. نرجع حق موضوع التقسيم العادل للوقت. حلو إنه يكون سفرة للزوج مع أصدقائه، سفرة للأطفال، سفرة للزوجين مع بعض. مو بغلط، ترى فيها إنعاش للطاقة، تجديد للحياة الزوجية، التقسيم العادل هذه. أما الاستحواذ وإن أنا بغير في شخصيتك وبتغيرين في شخصيتي وبستحوذك وما بتطلع وما بتروح وما بتقابل ذيلين، هذه يخلق إحساس بالخنقة فعلا، بالكتمة فعلا. ولما يزيد ويتراكم بينتهي إلى أن الشخص يدور منفذ آخر فعلا، منفذ ومكان مريح، يصير بيئة البيت مو هي البيئة المريحة، بيئة طاردة، بالضبط بيئة طاردة، بيئة سلبية. فنشوف بعض الأزواج حالات وايد تمر علينا، أكيد الكل مر عليه حالة شيء، يتجنب يروح البيت، ما يروح البيت إلا وقت النوم، والزوجة تحلطم. ما هو لو كان البيت مكان يحس فيه بالراحة كان رجع من وقت. ليش يقعد في الميلس طول يوم معك بالشغل؟ ليش ما شنو؟ ليش أنت ما جذبتي بتوفير بيئة مريحة بعيد عن الحنة والرنة والطحنة؟ وأنا بعد ما بكون أركز على الزوج، قد يكون الزوج أيضا هو يسبب المشاكل. فعني هذه حالات فردية، قد تكون الزوج قد تكون الزوجة. ونرجع، هذه رجعنا حق القاعدة الأساسية اللي حطيتيها دكتورة في بداية حديثنا عن العلاقة الصحية. العلاقة الصحية هي العلاقة المريحة، هي العلاقة التي تتسم بالاحتواء، بالاحتضان، هي العلاقة المشبعة، هي العلاقة اللي تحقق الهدف من ورائها، اللي هي الراحة والسعادة وليس مزيد من المشاكل والاستنزاف الجسدي والعاطفي. زين، لو بنتكلم عن الأشكال الأخرى من العلاقات القريبة من الإنسان، يعني مثلا الأصدقاء المقربين، علاقة الأم بأبنائها أو الأب بأبنائه، علاقة الأخوة والأخوات في بعضهم. نعم. شنو المظاهر اللي تكون موجودة في مثل هذه العلاقات؟ نعم. ودل على أن فعلا هذه العلاقة صحية، لأن هذه العلاقات أيضا تحتاج أن إحنا نبذل مجهود في بنائها بحيث أن تكون علاقة صحية. نعم. الاحترام من أهم يعني مبادئ العلاقة الصحية.
ان انا مثل ما بيهم يسمعوني ويحتويني بعد انا اسمعهم واحتويهم. دائما الاخذ والعطاء، لازم الانسان اللي يعطي ايضا هو يعطيه الشخص الثاني. التبادل في هذه الامور، علاقه الام بابنائها، بعض الاباء والامهات يعتقد مثلا، بعض الاباء خل اعطيك مثال، يعتقد ان دوره هو توفير المصرف للبيت، فيعني دوره ان انا اشتغل ومعاشي واصرفه عليكم. لا مو كذي. فتصير ساعات المرأة في بعض الاحيان، وهي بعد حالات كثيره ايضا توصل للعيادات النفسيه، تقول احس ان انا المرأة والريال في البيت. شلون يعني تحسين انك المرأة والريال؟ تقول انا اربي، وانا اذا اخترب شيء في البيت انا لايب العامل، وانا اصلح البيت، وانا اعطي. صحيح هو يصرف، مو مقصر في الصرف، بس هذه ستريسفول بالنسبه للمرأة. نحتاج ابو هو مو بس انه هو يساعد في التصليح والامور وبعض امور الابناء، ايضا توصيل الابناء وغيره. الابناء يحتاجون الابو، مو بس يحتاجون الماده، يحتاجون تواجد الابو. البنات تحتاج ابوها في بعض الامور. البنت مثلا تميل انها تقولها لابوها، تبني فيها شخصيتها، تشبع عندها هذه العاطفه. ان انا قد يكون بعض البنات اللي يفقدون تواصل تلجأ لأمور ثانية لتلبي هذه الرغبة في أنه نحتاج father figure. صح. وأيضا الأولاد يحتاجون أمهم. فالأب والأم مو مسؤولياتهم أن الأب يصرف والأم تربي فقط. الأب يربي ويصرف، وفي ذي الزمن أيضا الأم تصرف. خلينا نكون واقعيين. صح. أغلب النساء في هذا الزمن هو نساء عاملات. نعم، ما في شيء يلزمهم أن يصرفون، ولكن المودة والرحمة تقتضي المساعدة والإحساس بالطرف الآخر. شيلني وشيلك مثل ما نقول بالبحر علي. لما يحس الزوج أن زوجته تبذل وتعطي بدون ما هو يطلب، تكبر في عينه. أكيد. والعكس صحيح أيضا. هذا هي المودة والرحمة. وبالعشق والهيام والهدايا والأشياء المادية، هذا الأشياء ترى في بدايتها لها لذتها في البداية، بعدين تفقد أصلا يعني. هذا اللي يبقى، المودة والرحمة والاحترام والبذل والتغافل. التغافل فن ترى، عدم التجسس، احترام مساحة الآخرين. في بعض الأزواج أو الزوجات تنبش، شنها تدور بس شيء عشان تتهاوش، فهذه تسوي بيئة طاردة للطرف الآخر. فعلا. وهذه يقودنا دكتورة حق نقطة مهمة. نعم. ذكرتي أن اللي يبقى في النهاية هو المودة والرحمة. نعم. وهذه يقودنا حق نقطة كيفية استدامة العلاقات، كيفية استمرارية العلاقات، خصوصا هذه العلاقات اللي في الدائرة الأولى المحيطة بالإنسان، العلاقات القريبة جدا مثل علاقته بشريك حياته، علاقته بإخوانه وخواته، علاقته بأصدقاء المقربين، علاقته بأمه وأبوه. هذه العلاقات هي السد الأول، السد المنيع اجتماعيا لهذه الإنسان، وهي تؤسس لتستمر. لكن إحنا اليوم نلاحظ أن في طابع للأسف منتشر في علاقاتنا المعاصرة أن هي ما تدوم. نعم. كثير من العلاقات، يعني مثلا كثير من الصداقات، كثير من الزواجات، للأسف حتى العلاقات الأسرية. نعم. تنهار بسهولة، يعني عند أول مطاب، عند أول تحدي نلاقيها تنهار. بعض العلاقات تنهار لأسباب وجيهة. نعم. لكن بعض العلاقات تنهار لأبسط الأسباب، لأتفه الأسباب. نعم. إنزين، نبي نتكلم من خبرتك دكتورة عن هذه الواقع اللي هو انهيار العلاقات بسهولة، أسبابه، وشلون احنا نتعامل معاه علشان نخلي علاقاتنا تعمر أكثر. أعتقد أن من أهم أسباب انهيار العلاقات السريع واللجوء إلى أسرع الحلول اللي هو إنهائها، هو التأثر بالآخرين وتأثر بتجارب الآخرين وتطبيقها. احنا لما نسمع النصيحة من شخص غير مختص، مو بالضرورة ضبطت مع صديقتك أو بنت عمتك أو خالتك أو تضبط معاك أنتي. فالأفضل أن لكل علاقة كلها خصوصياتها. ثاني شيء، نحن نمارس فن التسامح والتغافل وعدم التتبع الزايد عن اللزوم أو التجسس، ابتعاد عن يعني الاصطياد مثل ما نقول في الماء العكر. أي بالضبط. أي. بعض الناس تصطاد في الماء العكر كأنها تدور الزلة، وهذه ناتج عن عدم الرضا أساساً في هذه العلاقة. فلو إحنا ما عالجنا
إذا في إشكالات تراكم، مشكلة صغيرة ورا مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة تنمو أحقاد. فتشوفين العلاقة تنهار من خطأ بسيط. قد انهيار هذه العلاقة ما يكون بسبب هذا الخطأ البسيط، في جبل متراكم من يعني من الضغينة ومن الأحقاد قد ما انحلت ما تم النقاش فيها. لابد أن العلاقات كافة صورها، علاقة الأم والأب، علاقة الأبناء، الأخوة، الأخوان. صرنا نشوف أحياناً أخوان يتحاربون بالسنوات على كلمة قالت في مجلس، صح؟ مرت علينا هالحالات، وهذه كلها ما تتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف. لازم نلتمس العذر، لازم في وقت الإشكال نتصارح. أختي أنا سمعت الكلمة، أنا ما بفهمك غلط، أنا زعلتني، نفتح قلوبنا لبعض. يمكن هي مقصدتها في ذي الكونتكست، مقصدتها في شيء ثاني، وأنا اللي وصلني في شيء ثاني. فبالتفاهم لما نفتح قلوبنا حق بعض مثل ما نقول بالبحريني يطيح الحطب فعلا، بس ما نكبرها وتكبر وتكبر والشيطان يدخل ويكبر وقالت لك في ذيك السنة كذي وكان قصدها كذي، تتراكم ذكريات سيئة ويؤدي ذلك إلى انهيار العلاقة. إذا التفاهم، المصارحة أولا بأول، ما نترك نفسنا زعلانين من شخص ونسكت أو ندفن هذا الموضوع، لا، لازم نتكلم، لازم نتصارح. والتغافل وعدم التجسس، أحيانا الشيطان يوزن أن نتجسس، نشوف شيء مو من حقنا نشوفه، نسترق النظر، نسمع، هذه دائما تؤدي إلى مصايب، ما قطيبت يعني شيء إيجابي فعلاً. لأن لابد من احترام المساحة الشخصية للإنسان. فهذه من أهم أسس عدم انهيار العلاقة، وأيضا أهم شيء اللجوء إلى أصحاب الاختصاص أكيد، وأن احنا ما نسمع من ناس طبقوا تجربة ونجحت معاهم فمو بالضرورة بتنجح معانا بالفعل، وما يعني نتعرض للتحريض، نكون أقوى ونكون أذكى للرسائل هذه السلبية. قد يكون الشخص اللي حارضك ما يتمنونك الخير بالفعل، ظاهريا هو يحبك بس انت ما تدري شنو في قلبه. واحيانا دكتورة يتمنونك الخير لكن لان عاطفته تغلبه، لانه هو يحبك طبيعي انه هو نظرته في هذا الموضوع بتكون منحازة، فحكمه او نصيحته ما بتكون نصيحة حكيمة او نصيحة مناسبة للموضوع نفسه، وتؤدي الى نهاية العلاقة او الاضرار بالعلاقة. فوايد مهم مثل ما قلتي الرجوع لاهل الخبرة، لاهل الاختصاص، وعلشان كذي انا جدا سعيدة لان اليوم كان معنا واحدة من أهل الخبرة واحدة من أهل الاختصاص، وتكلمنا معاك عن نقاط جدا مهمة في موضوع العلاقات الصحية والسامة واستدامة العلاقات. نتمنى فعلا أن هذه النقاط كلها كلنا نأخذها في عين الاعتبار في علاقاتنا علشان حياتنا الاجتماعية وجودة علاقاتنا تصير أفضل. شكرا لك دكتورة، وكنت سعيدة جدا بالحديث معاك. أشكرك، شكرا على اللقاء الممتع، شكرا جزيلا. في هذا الدرب الطويل اللي نسميه الحياة راح تمر عليك العديد من الوجوه، راح يعبر العديد من الأشخاص، وسيبقى بالفعل من يستحق البقاء. لا تتردد في تقييم علاقاتك من وقت لآخر، لا يأخذك الخوف في الخضوع لعلاقة مؤذية جسدياً أو نفسياً، وتذكر أنك تستحق الفرح، وعليك دائماً أنك تقدر قيمة ذاتك لأنك تستحق. تذكر في كل لحظة أن هذا الدرب الطويل مليء بالعابرين، وتأكد أنك تستحق أنك تحب وتنحب. كنت معكم أنا مريم فقيهي من برنامج 7 على 7، إلى اللقاء.